دغدغه لا سميو دحدا كه ريسي وريال دخصنايا او دواقت ففتيرن دكتو كوغو سوبايا كدغيسو هيران وين دينا اوما جنجيرنو دنا لما جيرنو وهلكاغا كديو راديو هيران وين سيلد الكيم بكسر وذا قضى بذا ورر كراد يا هيرا وين ساكين وحاو دورون لما شقالها دولد أمان تكفى سحان شقو ينكا يقبت جرين كديب ورقد كسو بحدي وزارة شقاد يارمها بلشد حكومة سوماليا دولد سوماليا وفافاينكا بحيسي كيد داو أمركي وقوه الرئيسي قرن كويلنا يو محكمة عيد ماذا قلب كسيدية صوماليا او قوان كقارتي اذي سنكتسن على الشباب كاس او بحنجر السراح عيدا كدولة فضلال كصوماليا او قد بيقوب الكشابي لذا خوسي دولة فضلال كصوماليا او كقيب قلي ساشر اي مركز قباني سعيد العقد الدون كي اي ام اف عالم كنتي سكر او قدو بدان ساكي ذن كقهن وحاو قدرون خلاف كقصة عصبون هذه وضمها سعود عربي شدوا كلمات كعربته وقال مشي وسرس. سوقت بنت وركن وحيدي صورة لي شركة إسقارسين تسومتل. سومتل وشركة دوجو ونكسن شركة ده سومالي ده وهذا الإنترنت بعد. markale subax wanaagsan intaad soo maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka subaxnimo ee raadiyo hiraween saaki wa subaxnimo 4 taariikhda miladigu waa 19ka bisha 7aad July 2023 ku soo dhawaada qodobadaas iyo waliba qaar kale oo faahfaahsan waxaan saaki idin warmi doonaa Sin Cali Axmed aynu ku bilaawno ergay gaarka ah ee arrimaha wada hadalada Soomaaliland iyo sidoo kale Soomaaliya u qaabilsan madaxweynaha Soomaaliya عبدي كارين حسين قوليت ايا كهالي حالكا يمارا يان السودوان شهال لبادة قرب او صدن كي صنيع لصودا في ككل الرئيسنا الرما سياسدين عبدي كارين حسين قوليت ايا شعيقي ان او وضا حضالو ايشدو كلي كلما قونو قوني اهوضو وحانا او شعبك سوماليات كي قول بحي حالكا يمارا يسو شقادا او ايد مدي مدحوينا قرنكا ادي اخرون تقو فرح سانا هايمان تا انان مجال بيدبو سو قالوا أنا جي وفد عنه جامنيو جيت كسفر كي وحوقها سيد أكتين وحل إيه حساري ومدحينها جمهوريد وإيه حساري وهذا هذا الصومالي سومالا سدو هذا وزير كبر شيء أرنتا أم إيشو جا سومالا وإيشو هذا علوس وقديد هذا علوس وقديد صدنا صنع يكبرا تاجنيت وقديد حل الرادين تيدا إيو حل كجارس تيدا إيه كنتي وعدت هاي وحنا قوان سنعي إن قضية داس قضية قرن لقيت ديكو تلاقي دينا ترى قرن لقيت ديكو دتك سو مالو إذن لقي قيد كبير محي القف يلا بكم مفلنا قضية داس حد وهي دير يو كجنجاريس يلا بكم مفلنا سادرة ديد وحنا قوان سنعي إن لما استديد أو إذن عن تكنو رأي أورورين أنصوص من الشعب الصوماليات رأيي يفكرك إيه كقبعة قضية داس إلى وحلي طبعا أنا الحركة ما وضنه لكن حركة تتك أيام كحرادينينا وك كربنا إن حركة نجو ترسيان فكر كودي عقل بودا أي مارة نجو سيار واحد شعب الصومالي دمنتو مركز الجوعان بق إني أمد الصوماليات إذا تك الصومالي دي بمدوبان دي بسكوس ولعبتان دي بسكوس وحان يودان إني جعليهن بقول كيو بقول واه وبعض لكن محب عنده جهدي يشقه يدلال يفكر آدي هذا غير أي أبا عنده وحنا كفر حسنا هاي استيت كوهري عن يعني كبل عبي وذا تشجعس إنه نقدو استيت كوفر قلبت أنت عيدا أو حيلة ذا هاي جدا قارة أي لا ذا هاي جدا كأي لا ذا أنا بحيلة هاي استيت كوفر قلبت
استيريد الصومالية كارن تهرمود كوجو أي موجنيسا أما إتلماميسا أدنى رنتي أرنتاس أنا وفر حسن هاي سيدا السلم إذا وحن رنتي كفر حسن هاي سيدا شرفت له إن لو سؤلوي مملكة قبل كي مملكة استيت كين تبع إنه سؤلويين وأمة عدنا مملكة استيت كو هرمود وياها مدحوين عبد العزيز صاحب كي رفت قرين سيدا السلم إذا وحن يا وزير هذا جودهاني كارهان وزير كان صاحب كي أدي وزير حسن وأمة عدنا إن شاء الله وحي فافا هنا كل مرة دنباء على يلندن معمولك يقيمة كلي برشد أيان مارت كل وزيرك وزارة مالية حكومة فدرالك الصومالية هي كل لقاء تم ذا حدا هي أدى العقد أدون كي IMF فأنت ورك وحاسوج ذني وريح يا مصطفى علي وزير وزارة مالية حكومة فدرال كسومالي بيحي إيمان عقا يا كلان كي وهر يوش حق ريسا وحولي شي مدحدة هاي أدى العاكتا دون كي لوسو قابيو IMF كلان كوزير كعصوب مالية هاي أنا سيدو كالو حاقيب كاهان كوحدة قابل سن هنانك دين عفين تا سومالي أو هادا ميل قبا قبا مريم كلان كو اللو قابتي آلد فوقان أرقا يا أنا سيدو كالا دي ردو حلو ساري قطب بدا منان تقارك أوله إيهات المركة سوريا اللي وزارة مالية دا سوماليا وعي كمي ديهين هور مرين تياسيد وكالي ديبوها بين تمالية دا ودن كام وزير مالية دا سوماليا يا وحاو شيقي إن وزارة دو أي مركاسي كقوان تا هور مرين تمالية دا حوجين تدق لغا قزاها ياسيد وكال قدق ميتان كالنظام كام معمول كمالية دا قود بي اف ام بيح إيمان عقا يانا سيدو كلا دوان وحاولو وريغي شغادة وزارة ماليادة يانا سيدو كلا كود دالي دردر قلينتان شغوين كماليادة وايوغو هرريان ديبو هبين تدقاله يسيدو كلا دا دنجنتان هفنان تا معمولونا كماليادة ودن كام بيح يانا سيدو كلا وحاو بدري وزير كي هرريا سوماليا دكتور علمي محمود نور ودوان اي مركاسي ساميسي مقعابي سيسيدو كلا سكوشاندين تو سميير ريجل وزارة حكومة فدرالك سوماليا حلك قادس تلقو سمية وزير كي هوري أمريد يعني سيدو كلا الله سببين يا حيثات كدلتي شغ جوجين أو لبن مالين كور حلك قادس تيسو كو سمية حسابيها قود وزارة يا سيدو كلا قاسمها قود دقلق ولو ومركي الدنب وكالابتي كدب عدادس حوغان وقوي مدحفيز كمدحوينها يا سيدو كلا كان ريز الوزارها سيكز دو وزير كعجب وزارة مالية دا سوماري يا وحاو باللابي دردر جلين تدادال لدى الدين عفينتا او وزير كي هوري او مال في عن او سو غارسيي اسلام اركان اللي قاري قولو وحقوال عينا سيدو كالي دو دهي لما يسير كي ده سيدة مركاسي سيدة مركاسي وهوري وشاعي وزير علمي مصطفى علي وفافا انت وركا سو جيدين ايه ومهاسين يحي جيسة كلنا هدي اين ويقنو كيد كي داو اوغور اي كدوا صدن سنكي ديب ايو دالكو يالنا يا وحنا munaasabad arrinkaas markaasii lagu daafurayay dadka ka qayb galay kamid ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre wasiirka koowaad ee xukuumadda Hamza Cabdi Barre ayaa tilmaamay in hirgelinta xaruntani ay ka turjumayso halbeeg muhiim ah oo la xaqiijiyay loona markaasii gudbayo ama lagu gudbayo dhibaatooyinka 30 kiisana ee la soo dhaafiyay ay dalkeenu ku sababeen daawooyinka bilaatayada ah ee dalka la keenay Hamza Cabdi Barre وحاوم هاد عليا دمانا نعيدي كاقيب قاتيه القلين تحالون تاني إساق وفري وزارة عافماتك إدريال كبولشيدة إنسيهو فان لوغوغ فايديستو حالون تان إسلام ماركان لغير قليو حارو مالا ميدا دولاد قولادة دلك كجرا سيدوك الوزيرك كواد وحاوو باقي شعبك سوماليات إيد دقان حارو ماها دان تقود إن أي لاد هاي دولاد دوغارهان كو وزارة عافماتك إني بنايان سي لوغوغ آديوغ شعبكا وزارة عفماتك مسؤولين دوي بصار حنا مثلا هاي وزارة ها وعرس الشعب كصوماليات كسويان وحرة تابك رأيني قبطان أي وزارة كميتا هاي ديرفور مسؤولين دي آدي ويته بيك ريسبونسبيليتي بي حمبار سنت نف بني آدم إلى لنتت دوستت دوينتت أيك شقيسة كمركز تو أد بني آدم كوسو رواتو وحلا حريرة مركز تو مسؤولية دادو إسيات كان يسوي
مركب مسؤولية هاي وزارة هاي ساي أد بيويت هاي سيدان دكتير بان نخاطير وصوح الله وحان ساي وبدك كلا كده هاي قوفا نختار هاي ماشي ونرتيجي نورت نخاطير بان صوح الله وزيرك وان اختار وزير دور وان اختار وزير كحيك وان اختار أقاسي ميال باتشوغي عن نخاطير المركة دباو حاسين وابر أقاسي مهارا قطعا تسمي أصلا دختر هنو مركة و وحان مليني دي أنا حقا نقول لك أتحي إن لفرو بخارك النوع نوع كلاه و مايلستون وين و أي وزارة حقيقة سي مدهورا صوبي لوذي ووح لغو إلهي لغو شكريو ووح لغو مهد عليا بعيد كستة وكساقي قاعدتي يسيدان شاين إيه كستو إلو كالميسي وعن صومالي هين انتبه مركلة إيه مركلة با وهو مهد علينينا دماتي وحارنتي حسد مدن دي انتي عن هذا النورين بدوبيه قول كبنادر ورالكين إنجنيري ريسو إيو انتي كالقيب قادتي وطريه بوليسكا قول كبنادر وكوشرو ورالكين الله ونحرستو جنرال فقرولي إيه إنتي كلابا أو كسو قيب قادتي وحي مذيهين دعو إيو رنتي إن لغو حسو دلالك هاي وصو قلان وهي وقيب قادتين ميشان وعن سيد بير عن لغو فرين لكن حتى ديكو داتي سيدا من أبنهي لكن واحد عن القبتين وعن رجين إيو إني كوهري دونان آخر ضد أيهو نغنسا مكهور ونكسا موي لبعض الوين يعني دل كأن كهستيمو دوسو دون سرقة بدن دوين عن إنوالهم وعن الجرنين ومرينا قصو جرن يعد إنو هيسا يوحينا الجرنين ما أنتم تطور عرين إنو نسيكم مركا عذرا بدن وعن دل كأن كتشري تشرين رئيس وزراء الصومالي حمزة عبد البري أيوكا سيها دقي سيل إن عكرنا الصومالي الآن أيها كهذا شيء دقال العروس أو شلي عيدا كديجان كإسسي يمامل كمدحون بيحي كامرقة تكون أحمر دولات كجوج عديب ففأنت وركن عبد المجيد عبد الرحمن هذا نيا سجدني وزارة الرماه جدها يمامل كصومالي لأن أيها صو صارت بياني كجهدل سو دقال كي شلي كدعى مقالة الله سعانود قبل كصول halkaas oo ay isku farasareen ciidamada maamulka Soomaaliland iyo xogaga SSC qoraal ka soo baxay maamulka Soomaaliland ayaa waxa lagu sheegay in dagaalkan ay bilaabeen ciidamo isugu jira kuwa ay ku sheegeen argagixiso iyo kuwa Puntland kuwaas oo weeraray saldhigga ciidamada maamulka Soomaaliland sida lagu sheegay qoraalka ciidamada maamulka Puntland ee Soomaaliya oo garab ka helaya koox xubinta ah ayaa weerar ku soo qaaday fariisimo ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda maamulka Soomaaliland ee magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa lagu yiri qoraalka sidoo kale Soomaaliland waxa ay sheegtay in dagaalkaas ay ku jibisay dhinacyadii soo farasaaray aagga Laascaanood isla markaana ay gubeen gaadiid dagaal ugu dambeyntii qoraalka oo ku saxiixan yahay agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha maamulka Soomaaliland Cabdullaahi Axmed ayaa lagu sheegay in Soomaaliland aysan cidna duulaan ku ahayn dagaalkii cuslaa ee shalay ka qarxay duleedka magaalada Laascaanood kaas oo u dhaxeeyay ciidamada militariga Soomaaliland iyo kuwa dadka deegaanka ee SSC dagaalkan ayaa waxaa lagu soo waramay in shalay xoogiisu uu ka dhacay bariga magaalada Laascaanood halkaas ay isku horfadhiyeen ciidamada labada dhinac ila wareedyo lagu kalsoonaan karo oo ay warbaahintu sheegaya in dagaalkan uu ka dhashay weerar ciidamada Soomaaliland ay ku soo qaadeen fariisin ay leeyihiin kuwa SCC waxaana kadib sidaas ku qarxay dagaalka cuslaa oo khasaare badan soo kala gaaray labada dhinac warka subaxnimo ay hirawen ayad maqleysan markana dibadda aynu eegno dhal suwaha wadanka Saudi Arabia Amin Mohammed bin Salman ayaa ku hanjabay inuu xayiraado ku soo rogi doono Imaaraadka Carabta xilli uu markaasii wada sheekaysi gaar ah la yeeshay saxafiyiin sanadkii tagay waxaa sidaasi warisay wargeyska The Wall Street Journal ee raahdo hanjabaadan ayaa timid iyadoo uu jiro muran
سيكور ليو أود حيا بن سلمان إمدح وينها إمارات كعرات الشيخ محمد بن زيد النهيان أو كوساب سن كرا أرفت دونا شوكو آدن سياسة ده قبل كاي سيدو كل أورك أبك حق لغوه الشيي إنا للدابعين أو بحيي بشي ديسمبر أيو محمد بن سلمان وحاو أشيغي ورياشا إن أو أبو دبي أدري ليس تلبيا وغانا ديغي إن سعود عربيا أي قادي دون تطلابوين عقاب وكردنا حلوفاد قبل كهدي إمارات كاي سي ودان إني بقرتو يدو كوهر داميان قبل كا sanadkii 2017kii riyad ayaa hoggaaminaysay xayiraad diblomaasiyadeed oo la saaray dooha oo ay markaasi joojisay go'doomin dhaqaale oo socotay 3 sano iyadoo ay taageerayaan Abu Dubai iyo Bahrain xiriirka Saudi Arabia iyo Qatar ayaa dib loo soo celiyay sanadkii 2022kii warkii subaxnimay hiraween saaka wayna ganta cidii u saga barayna bulshada hiraween.net ama hiraween.com oo kuma sintin dhigaysigaysa tan iyo kulan dambe sidaas yeemanal wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay daacadda Hiraanweyn hadii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net radio Hiraanweyn wa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraanweyn ee magaalada Darbadweyne ay dib uga dhageysan karaan barta internetka ee hiraanweyn.net ama hiraanweyn.com somnad waxa mar walba taaga tahay daboosha baahidaada internet waxa shirkada ka helaysa internet qiimo jaban la isku halayn karo hadana xawaarihiisu uu sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin haysa somnad waxa kamid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinle ah 15 maalmood iyo 30 maalin ku shubo $1 oo hel 1 GB 300 MB oo maalinle ah ku shubo $1 oo hel 2 GB oo 15 maalin ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo 15 maalin ah ku shubo $5 oo hel 13 GB oo 30 maalin ah ku shubo $10 oo hel 30 GB oo 30 maalin ah si aad ugu shubato xirmooyinka qanciye garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees xirmooyinka maqsuud oo ah xirmooyin aan ka dhicin oo aad ku shuban karto maalmaha qamista jimcaha iyo isniinta ku shubo 20 cent oo hel 400 MB oo aan ka dhicin ku shubo $1 oo hel 900 MB oo aan ka dhicin ku shubo $1 oo hel 2 GB oo aan ka dhicin si aad ugu shubato xirmooyinka maqsuud garaac xidig 810 xidig lambarka xidig lacagta kadib afargees xirmooyinkan waxaad ugu shuban kartaa adeega jeeb si aad adeegan u furato garaac xidig 810 afargees kadib gali bing cusub somnet